الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في روح مدرسة اكاديمية العزة المولدية. راح نبلش بالدرس الثالث الصف العاشر الجزء الاول وهي تبسيط المقادير الاسية بشرح المعلمة براء الديات. بداية يا عاشر قبل نبلش بامثلة ونص مقادير اسية نراجع شوية من قوانين الاسس اللي مرت معنا بالصفوف السابقة التاسع والثامن. اوكي كنا بدنا نعمل مراجعة بقوانين الأسس يا مس. عندي قانون وهو يا مس لو كان عندي بداية كنا نراجعكم بال ايش هو الأسس ايش هو الأساس. لو كان بس عندي A مرفوعة لنون اوكي هاي اسمها الأساس يا عاشر وهاي نون الأس. الأساس هو العدد المكرر والأس هو عدد تكرر عدد مرات تكرار الأس. يعني لو حكيت A بثلاثة عم A كرر كم مرة يا عاشر؟ كرر ثلاث مرات A في A في A تمام؟ إذا الأساس A والأس إيش هو؟ ثلاثة اللي هو نون. اليوم رح نبلش بالتبسيط المقادير بس بنراجع شوي مكونين الأسس. لو كان عندي يا مس A أس نون مضروبة في A أس مين حالة الظرف تجمع الأسس الشهر إذا كان الأساس متساوي. يعني بقدر أحكي هنا A نون زائد مين بالشرط إنه بتكون الأساسات شو ما هي الثالثة عاشر متساوية. يعني A هون B ما بصير أجمع الأسس. يعني بس خلينا ناخذ مثال A أس 3 مضروب A أس 2 الإشارة ضرب الأساسات متساوية A A إذا يجوز جمع الأسس. بحكي A 3 زائد 2 وتساوي A أس 5. إذا في حالة الضرب تجمع الأسس إذا كانت الأساسات متساوية. يعني ناخذ كمان مثال 2 أس 2 مضروبة ب 2 أس 3 هذا يا مس عندي ضرب الأساس متساوي 2 و 2 إذا يجوز تطبيق القاعدة. نعم يجوز. بحكي 2 مرفوعة ل 2 زائد 3 وتساوي 2 أس 5 يعني 2 مكررة 5 مرات يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 5 مرات وتساوي 32 اوكي؟ طيب لو اعطيتك يا عاشر 2 أس 2 ضرب 3 أس 2 أطبق القاعدة؟ لا لا يجوز جمع الأسس هون لا يجوز جمع الأسس. ليش؟ لأن الأساسات غير متساوية. الاثنين ما تساوي هل الاثنين تساوي ثلاث؟ لأن الاثنين لا تساوي الثلاثة الثلاث ما بتصير إني إيش؟ إني أجمع الأسس. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يا عاشر قاعدة القسمة A أس نون قسمة A أس ميم بتصير A نون ناقص ميم نفس الشرط بيكون الأساس شماله متساوي. يعني A أس 4 أس 3 تقسيم A أس 2 بروح أول شيء بكتب الأساسات هاي A وهاي A متساويات إذا يجوز طرح الأسس A 3 ناقص 2 A أس 1 اللي هي نفسها اللي A إذا في حالة الضرب بجمع في حالة القسمة بطرح. كمان لو مثلا أخذنا X أس 4 تقسيم X أس 2 أو 2 خلينا نقول الأساس متساوي إذا يجوز طرح الأسس فيما إن الإشارة بيناتهم قسمة بتصير X 4 ناقص 2 تعطيني X تربيع نص X أس 2. كمان لو أخذنا 3 أس 4 على 3 أس 5 خلينا نطرح 5 جديد تمام؟ الأساسات متساوية إذا يجوز طرح الأسس بتصير 3 4 ناقص 5
أربعة ناقص خمسة وتساوي ثلاثة أس سالب واحد. وإحنا بنعرف إنه حتى حول موجب شو بعمل؟ بقلبه. مشان إيش أسها يا مسنان؟ شو مقامه؟ واحد. بتصير واحد على ثلاثة. هو بقلب شو بصير أس موجب؟ أي شيء للواحد هو مرفوع للواحد نفسه. واحد على ثلاثة. هاي إيش القاعدة الثانية؟ القاعدة الثالثة مطلوب منكم مراجعتها بالكتاب، وهي توزيع. لو كان عندي A مرفوعة لنون كلها مرفوعة للأس ثم، شو بعمل؟ مس هاي الذكر فيها قلت أقول لك أس خارجي وعندي أس داخلي اللي شارب تكون بيناتهم ضرب. بقدر أحكي وأحولها لقوة واحدة، بحكي A نون ضرب مين؟ يعني A أس ثلاث كلها أس خمسة. اوكي بحكي شو؟ تمام. بتصير ثلاثة ضرب خمسة وتساوي A أس 15. تمام A أس 15. تمام. لو أخذنا اثنين أس اثنين كلها أس ثلاثة، اثنين أس اثنين كلها أس ثلاثة، بتصير اثنين اثنين ضرب ثلاث بتساوي اثنين أس ستة. أوكي. كمان عندي القاعدة الرابعة، لو كان عندي A مضروبة في B كلها مرفوعة للأس N. أوكي. بقدر أوزن، بحكي A مرفوعة لنون وبي مرفوعة لنون، يعني اثنين ضرب ثلاثة كلها مرفوعة لاثنين. شو بحكي؟ بوزعها، بحكي اثنين أس اثنين ضرب ثلاثة أس اثنين، اثنين أس اثنين ضرب ثلاثة أس اثنين، يعني أربعة ضرب تسعة ويساوي ستة وثلاثين. أربعة تربيع أربعة ضرب تسعة ويساوي ستة وثلاثين، يعني بقدر أدخل الأس على القوس. كمان عندي نفس القاعدة يا مس، إذا كان مش ضرب قسمة. يعني لو كان عندي القاعدة رقم خمسة، لو كان عندي A على B، هاي شو بصير؟ كمان نفس الضرب بوزعها على البسط، A أس نون على B أس نون. تمام. يعني لو كان عندي X على Y ضرب خمسة، بتصير X أس خمسة على Y أس خمسة، بوزعها. تمام. هاي ايش؟ هاي قوانين الأسس اللي لازم نراجعها ونركز فيها يا مس، عشان ايش؟ نقدر نعمل تبسيط المقادير الأسية. تمام. ان شاء الله بالجزء الثاني نبلش ناخذ امثله كيف اني اعمل، بكون عندي مقدار أسي واعمل عيش على تبسيط. يعطيك العافيه.